شو فقط عيديها من يد الرحمة وفرم ليا وتقول واش في قلبها ضرت شفقة ولا رحمة. في نظركم إذا تلقوا هاد الجوج وحطوا الراس على الراس شنو في إمكانهم يديروا؟ واحدة من أغرب القضايا اللي دازت على يد الشرطة المغربية والجرائم اللي ارتكبوهم هاد الجوج ما كيدخلوش نهائيا العقل. ما نطولش عليكم ونبدأ تفاصيل قضية الشوافة والفرملية. الأحداث ديال القضية غادي يسافروا بنا لمدينة فاس، وغادي نبدأ لكم بالهضرة من عند الشخصية الرئيسية في القضية واللي غادي نعطوها اسم مستعار وغادي نسميوها نادية. نادية من مواليد سنة 1973، تزادت وكبرات في مدينة فاس بين والديها وربعة ديال خوتها، والدخل ديالهم كعائلة نقدروا نعتبروه متوسط، يعني ما عندهمش وما خاصهمش وعايشين بداكشي اللي قسم الله ومقاتلين مع الزمان. ولكن بالرغم من هادشي كامل حاولوا ما أمكن أنهم يقروا وليداتهم، وكانوا متأملين فيهم الخير وباغينهم يكونوا مستقبل اللي زوين. ونادية هي اللي غادي تحقق لهم هاد الأمنية، لأنها ومباشرة من بعد ما خدت الباك المعدل ديالها خول ليها باش تسجل في المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة. ومن بعد ما دوزت 3 سنين ديال القراية وطلع والهبوط، وأخيرا كتحصل على ديبلوم في التمريض وكتولي ممرضة. وكيف ما عارفين في هاد المجال ما يمكنش غير تشدي الديبلوم ديالك مباشرة من بعدها تخدمي، ضروري من شي 6 شهور ديال ستاج، وهذه القليلة إذا ما طلبوكش بما أكثر. المهم بدات نادية كتخرج كل نهار وكتدفع السيفي ديالها في السبيطارات الخاصين والعموميين. ما كانش عندها مشكل فين غادي تبدا، بالنسبة ليها شنو ما جا بسم الله، والحسن حظها أنها غادي تقبل كستاجير في مستشفى عمومي في فاس، وطبعا بدون ذكر الاسم دياله. وهنا ما قدتها فرحة لا هي ولا عائلتها وبدات الخدمة معهم. كانت أغلب يد الوقت كتكون مع المولدة أو القابلة كيف ما كنقولوا، وكتساعدها مثلا في حالة إذا بغات شي حاجة بعيدة كتمكلها ليها شوية، ولو كيعطيوها الدق اللي باري المرضى وكذلك تبدل لهم الفصمة، المهم الأمور اللي عندها علاقة بالتمريض بصفة عامة. وفي طول هذيك المدة أعطت عليها واحد الانطباع اللي زوين، هي كانت عارفة أنه عندها مهلة ديال 6 شهور فقط باش تبين على الكفاءات ديالها، ومن بعد ما تسالى المدة يا غادي يخدموها معهم رسميا يا غادي يقولوا لها الله يعاون العونات. داكشي علاش كانت مركزة في خدمتها مزيان، مصغرة راسها قدام الدكاترة وليزانفيرميير اللي عندهم الأقدمية عليها، وكتسمع كلامهم والملاحظات اللي كيعطوها في الخدمة، والعقل ديالها خفيف وكتفهمها الطائرة، وكتقوم بالواجب ديالها على أكمل وجه، شي اللي غادي يعجب المسؤولين، خصوصا أنها كانت من النوع اللي معقول وما كتنقلش الهضرة وتخلوط بين عباد الله. وبذلك ومن بعد ما دازت 6 شهور ديال ستاج قرروا أنها تكمل الخدمة معهم رسميا، وداكشي اللي كان. نادية وعائلتها فرحوا بزاف بهذا الخبر وما قدتهم فرحة، وأخيرا بعد جهود سنوات بدأوا كيجنيو الثمار ديالهم. واحدة في البنات ولات خدامة ممرضة في سبيطار كبير في حال هذا، وقليل اللي كتجيه فرصة في حال هذه، ومع أن الخلصة ما كانت شي حاجة اللي كثيرة، ولكن الواحد يقنع دابا بشنو وجد، وإن شاء الله في القريب ما تعرف يزيدوها. وحتى لهنا الأمور ديالها كلهم كانوا مزيانين، معاونة مع والديها بداكشي اللي قسم الله، فاش كتبغي شي حاجة أو كتشهاها كتشريها بفلوسها، وكل شي هو هادك. ولكن هاد الحال ما غاديش يدوم، وغادي يتحول كله لتخمام وتفكير في المستقبل ديالها وبالضبط في الزواج. شي أفراد من العائلة ولاو فوقاش ما كيتلاقاو بها كيفتحوا معها الموضوع ديال الزواج، بالخصوص أنها هاد العام كملت 30 سنة، وبالنسبة ليهم راه صافي خاصها تزوج ودير دارها ووليداتها. وفي كل مرة كانت كتجمع معاهم كانوا كيجبدوا ليها هاد الموضوع وكيحكوا ليها على الدبرة. وهنا واخا تكون البنت ما في بالهاش غادي يدخلوا ليها الفكرة لدماغها بالهلا يطريه ليها، اش دخلهم في هاد الشيء انا ما عرفتش. وابر ان الزواج نصف الدين كيف ما كيقولوا، راه الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذه طبعا ما كيتفكروهاش وما كيديروش بها اصلا. دخلت فكرة الزواج في الراس ديال نادية، ولات الشغل الشاغل بالنسبة ليها، وكانت كتشوف أن الدكتور علاء هو الرجل المناسب للزواج. هذا الدكتور اللي كان متخصص في الأمراض ديال النساء، وهو اللي كان باقي بلا زواج في الأطباء اللي خدامين في هذاك السبيطار، حطت عليه عينيها، ولات دائما كتدور بالقاعة ديالو وبالجناح اللي كيخدم فيه، ولكن السيد ما كانش كيديها فيها نهائيا، منخلها وعطيها اتساع، إذا جاوبها على شي سؤال طرحاته عليه في الخدمة وطبعا بحدود ما تقولها لحد.
حاولت بجهدها كامل أنها تلفت الانتباه دياله، ولكن والو، سيد ما كينش في هاد العالم. وهنا بدا كيدخلها الشيطان وبدات كتفكر في شي حل لهادشي. ومع عودة الوحدة في صحابتها عليه، هاد الأخيرة قالت ليها: ليه لا يحوجك أختي، الحل ديالك عندي، كنعرف يا لالا واحد الشوافة دقة بطلة وبالتجربة من الفوق، شكون نفعني أنا مع هاد بوراس ديال رجلي من غيرها. وهنتي شوفي وعقلي على هاد الهضرة مزيان، غادي يجي هو عندك طالب راغب في والديك يزوجوك ليه بالصب، غير انت تقبلي. هاد الكلام اللي كان مغري بالنسبة لنادية، بالخصوص أنها ما ترباتش في جو إسلامي وما كبرتش على أن هاد الأمور حرام وشرك بالله. الأم ديالها كانت دائما كتزورهم عند السادات والأولياء، وكانوا هاد الشي كيتبركوا منهم عندهم عادي، فبطبيعة الحال غادي توافق، وغير غادي تنعت ليها صاحبتها الدار ديال الشوافة ما غاديش تردد ولو لحظة في أنها تمشي لعندها. وهاد الشي كان بالضبط سنة 2003. هاد الشوافة هادي كانت معروفة باسم الغالية، ولكن سميتها الحقيقية في الوراق زينب، ومن مواليد سنة 1969، يعني كبر من نادية بربع سنين. الطفولة ديالها ما تذكرتش بالتفصيل، ولكن عائلتها كانوا ناس فقراء الأقصى الحدود، وهي ما خلت فين خدماتها عادة باش قررات في واحد النهار أنها تقتحم عالم الجن وتكون شوافة. وللأمانة ما لقيتش الطريقة بالضبط كيفاش حتى ولات مشعوذة. ما علينا، من بعد ما كتوصل نادية لعند زينب الشوافة وكتدخل لعندها وكتعاود ليها القصة ديالها كاملة وشنو الخدمة اللي بغاتها دير ليها، زينب من هاد الشي كامل كيلفت الانتباه ديالها الخدمة ديال نادية، سيدة فرملية وكتكون غالبا مع القابلة، ومشابلها بعيد وبدت كتخيط وتفصل غير بوحدها. نادية كتعاود ليها على الدكتور اللي بغاتو يتزوج بها، وهي ما بالهاش معها أصلا وكتفكر في حاجات آخرين. وفي هاد اللحظة بالضبط قررت أنها تقترح عليها الفكرة اللي طاحت عليها، وشنو ما بغى يوقع يوقع. قبلت هاد الشي اللي بغينا، ما قبلتش مرضنا ما عنده باس. في البداية افتتحت معها الموضوع على داكشي اللي غادي تديرو العلاء باش يكون من نصيب ديالها، وقالت ليها: كوني هانية، راه بزاف ديال العيالات قبل منك جاو لعندي ودابا راهم مزوجين ووالدين كاع، وحتى صحيبتك اللي صيفطاتك عندي انا اللي زوجتها، غير ديري النية وما يكون غير الخير. وباش نخدمو ليه خاصك تجيبي لي تصويرته وسمية الوالدة ديالو. وافقت نادية وسولتها بشحال غادي تخدم ليها هادشي باش تسبق ليها دابا، واذا بقى خص جيبهم ليها المره الجايه. وهنا فين كتكون المفاجاه، كتجاوبها زينب وكتقول ليها: ما بغيت منك فلوس، المقابل ديال هاد الشيء هو انك تجيبي لي شي حاجه من السبيطار محتاجه فيها ضروري. شنو هي هاد الحاجه اللي بغيتي؟ اذا كنت نقدر علاش لا؟ بغيتك يا لالا تجيبي لي الخلاص ديال شي سيده يالله والده، وراه ما غاديش تحرف لك، فاش تكوني مع القابله وتولدوا شي مره وتخرجوا الخلاص خبيه على يديك حتى تجيبيه لي، بالحق بشرط ما تعطليش عليا، غير يخرج ما تفوتيش ثلاثه السوايع تكوني جبتيه ليا، وفي حاله اذا ما بغيتيش الجواد باغيين 3000 درهم وفروج كحل. نادية جلست مده وهي كتخمم في هاد الكلام، ومع دورتها في راسها مزيان في البلاصه وافقات. اولا هي اصلا ما عندهاش 3000 درهم كامله باش تخلصها، ثانيا بالنسبه ليها الخلاص ديال سيده ما كتعرفهاش ما عنده فاش يأديها، وحتى من مولات هذاك الخلاص ما غاديش تأدى، لأن زينب هادشي اللي فهمتها قالت لها بأن هاد السحر ما كيأديش مولاته أو الجنين اللي كان كيتغدى منه، وباللي غير غادي تدير به الخير للناس آخرين. وبذلك كتوافق، وطبعا هادشي غير كذوب لأن مولات الخلاص كتمرض في الصحة ديالها وكتأدى من هاد السحر. من بعد سيمانة على هادشي وأخيرا نادية كتقدر أنها تسرق الخلاص وتجيبو للشوافة كيف ما اتفقوا، وبلا ما يرد ليها شي حد البال. وخدات هاد الوقت كامل لأنه أول مرة غادي تدير شي حاجة في حال هادي، فكانت خايفة عندك يشوفها شي حد وتفضح في السبيطار. وكذلك في هاد المدة هادي قدرت تحصل على الصورة ديال الدكتور علاء من خلال شخص مسؤول في الإدارة، وطبعا من بعد ما خدا من عندها هاد الأخير مبلغ بقيمة 500 درهم، وهاد الثمن في 2003 راه كان ساوي فلوس. أما بالنسبة للإسم ديال الأم ديالو فما قدرتش تعرفه، سولت بعض الأطباء والممرضين ولكن حتى شي واحد فيهم ما كان عارفه. ومن بعد هاد الشي كتوجه لعند زينب وكتعطيها الصورة ديالو وكتخبرها بأنها ما قدرتش تعرف الاسم ديال مو. وهنا الشوافة كتكتفي بالصورة ولكن كتخبرها بأنها غالبا ما كدير هاد النوع ديال السحر بالاسم ديال أم الضحية، يعني ما نعرف واش يصدق ليها ولا لا، بمعنى أن النتيجة ماشي مضمونة 100%. وفعلا من بعد ما دازت 15 يوم على هاد الأحداث نادية كتفاجأ بأن الدكتور علاء سافر لفرنسا لسبب غير معروف والأجل غير مسمى، ومحال واش غادي يعاود يرجع يخدم معاهم في هذاك السبيطار.
وهنا في البلاصه كترجع لعند الشوافه وهي معصبه. السيده دايره ليه سحر المحبه، خرج ليها في سحر الهجره. ما دازتش حتى 15 يوم باش سحرت ليه، حتى كان هز قلعو ومشى لفرنسا. وشوافه هذه، المهم مشات عندها للدار وبدات كتخاصم معها واتهمتها بالكذوب وبانها خدات الخلاص ودارت به السحور لشي وحده. وطبعا غادي تكون تخلصت على هادشي فلوس صحيحه، وفي الاخير داك سحر المحبه اللي دارت ليها ما كان منه والو. تحجت زينب بان هادشي وقع حيت هي كانت وصاتها تجيب ليها سميت امه، ومن اللي ما جابتهاش الجواد ما خدموش ليها مزيان. زيد على هادشي السحر كيبان مع المده، ماشي دارتو ليها اليوم غدا غادي يجي يتزوج بها، خاصها تصبر شويه على ما يدير المفعول ديالو، وفاش يرجع من فرنسا داك الساعه غادي تشوف النتيجه بعينيها. وبما انها مشعوذه فطبعا كتعرف تلعب بالعقول ديال الناس بالهضره الحلوه وبطريقه كلام مقنعه. تهدنات ناديه، وهنا فين زينب غادي تجيها نيشان وغادي تقترح عليها الخدمه معاها. شنو هي هاد الخدمه؟ هي انها تبدا تجيب ليها الخلاصات ديال النساء من بعد ما يولدوا، وكيف العاده ما تعطلش عليها بزاف وما تفوتش ليها 3 ديال السوايع حتى 4. وفي المقابل ديال كل مشيمه او خلاص غادي تجيبوا ليها غادي تعطيها 400 حتى 500 درهم، ومع الوقت غادي تزيدها اكثر. وطبعا هذا الرقم كان مغري بالنسبه لناديه، بالخصوص انها هي اللي كتصرف على دارهم بوحدها، لان والديها ما بقوش قادرين يهزوا المسؤوليه وهي ولات الكل في الكل في الدار. ضربات الحسبه مع راسها ولقات بانها اذا سرقات غير 4 ديال الخلاصات في الشهر عندها واحد 2000 درهم زايده، وشكون غادي يعطيها هذا الثمن؟ والوقت صعبت والفلوس نساوها راسها والضمير ديالها، ونساوها حتى في الراجل اللي مشى والزواج اللي كتحطاه في بالها، ولا الشغل الشاغل ديالها هو كيفاش تسرق الخلاص بلا ما يرد ليها شي حد البال، وتوصلوا للشوافه في الوقت المناسب. وطبعا نجحت في هذه المهمه، ودازت الايام والسنوات على هذا الحال، ودوزوا تقريبا مده 8 سنين وهما خدامين مع بعضياتهم. ومع الوقت ولات الشوافه كتعطي للفرمليه حتى 1000 درهم كمقابل لهذه الخدمه، وهادشي لان الكليان كثروا عليهم بزاف، اللي كيعرفهم كيخدموا السحر بالخلاص ودقتهم دقه بطله، وكيكون كيصدق المشعوذين وما عندوش مشكل يسحر لعباد الله وياديهم، كيجي عندهم بعينيه مغمضين، لدرجه انها تشهرت حتى خارج فاس. وهذا كيقول لهذا حتى ولاو الناس كيجيو عندها من كل قنت. وطبعا في طول هذه المده ما يمكنش ناديه ما يشم حد ريحتها وما تفضحش نهائيا. السيده سنوات وهي كتسرق في الخلاصات عباد الله، ولا بد ما يجي النهار اللي يحصلها فيه شي حد، واخا تعيا ما دير في الاحتياطات. وفعلا في واحد النهار من سنه 2007، يعني من بعد 4 سنين ديال الشفره، وبالصدفه حصلتها واحد الفرمليه ستاجير وهي كدير الخلاص في الميكا وكتخشيه في الصاك ديالها. وحيت كان معروف ان الخلاص كيسحروا به، البنت استوعبت انها باغا دير به شي مصيبه، ويا غادي تكون هي شوافه يا غادي تبيعوا شي شوافه. وهددتها بانها غادي تعاود هادشي كامل اللي شافته للمدير. وفاش خرجت من عندها ناديه في البلاصه مشات كتجري للمكتب ديال المدير وسبقتها ليه، وعرفت كيفاش تخرج راسها من هادشي. تهمت البنت بانها سرقت الخلاص، وفاش حصلتها بدات كتطلب منها السماحه وكترغب فيها باش ما تفضحهاش، ولكن هي زعما بقات متشبته بالراي ديالها، وقالت مع بالها لابد ما تعاود هادشي للمدير باش يشوف هو كيفاش غادي يتصرف معاها. المدير اللي بطبيعه الحال تيق مولات الاقدميه ناديه، وفاش جات لعندو البنت وعاودت ليه نفس السيناريو واتهمت ناديه بهادشي، طبعا المدير ما تيقهاش وفي البلاصه جرى عليها. وكذلك في واحد النهار من سنه 2009 حصلها الدكتور المتخصص في الولاده القيصريه، وملي سولها شنو غادي دير به قالت ليه بانه نض ليها الكلف في العنق ديالها، وشي ناس من العائله نصحوها باش تمسح على دوك الاماكن بالمشيمه، داكشي علاش هزاتو وبغات تجرب هادشي. والغريب في الامر انه كان عندها اسلوب مقنع وقدرت انها تقلب الحقائق والطبيب تاق فيها. وماشي غير هاد المرات اللي كانت علين تفضح، ولكن هما بزاف شنو دائما كانت كتفلت وما كيقدروش يعرفوا الحقيقه ديالها، واذا حصلها شي حد قل منها في الخدمه كتلقى ليه تصريفه وكيجريو عليه من السبيطار بسببها. وكيف ما عارفين كاملين اي واحد في هاد الدنيا كيطغى وكيجور على عباد الله لابد ما يجي النهار اللي كينتهي فيه الطغيان ديالو، واللي كيادي الناس في الدنيا كيف ما كانت نوع الاديه غادي يذوق من نفس الكاس، وغادي ياخذ الجزاء ديالو في الدنيا قبل الاخره. ومع بدايه سنه 2011 بالضبط نهار 27 في شهر 3 غادي تكون بدايه النهايه ديال هاد النفعات بجوجهم. 8 سنين ديال الشعوذه والسحر والاديه ديال عباد الله، شحال من شخص في طول هاد المده غادي يكونوا اداوه في نظركم؟ طبعا غادي يكونوا بالمئات،
وكاين اللي غادي يكون وصلوا حتى للقبر، لان زينب كانت كتخدم جميع انواع السحر. المهم فهاد النهار هذا ومع جوايه استاد العشيه، ومن بعد اخر عمليه قيصريه ديال الولاده حضرت عليها ناديه، خدات المشيمه كيف العاده ودارتها في ميكا كحله، ولوات عليها شيفوات كان خاصهم يتصبنوا، وخرجت كتسلد زعما غادا تديهم للبيت اللي كيصبنوا فيه. وفي هاد اللحظه الدكتوره اللي كانت فتحات للسيده بالصدفه شافتها فاش هزات المشيمه وخبتها مع الفوطات وخرجت كتسلت، واصلا كان باين انها خداتو لشي غرض ماشي هو هذاك، و100% على قبل الشعوذه، الا وعلاش غادي تخفيه بين الفوطات وتخرج كتسلت. وهنا في البلاصه الدكتوره كتخرج من البلوك وكتمشي لجهه الباب اللي كيخرجوا منه الاطباء والفرمليات، عيطت على السيكوريتي وعودت ليه باختصار شنو وقع، وطلبت منه يحدي معها مزيان، واذا شافها ناويه تهرب يشدها، وبقات حتى هي وقفت ما كتسنى. وبالفعل داكشي اللي كانت حساه هو اللي كان، ما داش بزاف ديال الوقت حتى كتشوفها خارجه كتزرب في الخطوات، ومن بعد ما شافتهم ناديه واقفين بجوج وكيشوفوا فيها اللون في وجهها تبدل، ولكن حاولت انها تبان طبيعيه، الا ان الدكتوره عرفاتها توترات وزادت قربات لعندها ووقفتها وطلبت منها تفتح الصاك ديالها حيت بغات تشوف شنو كاين فيه. ناديه هنا كترفض وكتقول ليها باش من حق باغا تشوفي شنو عندي في صاكي، انت دكتوره وما عندكش الحق تقلبي ليا حوايجي. وطبعا هنا الدكتوره كتزيد تعصب وكتعيط على السيكوريتي اللي في البلاصه كياخذ من عندها الصاك بواحد الصعوبه، لانها ما بغاتش تعطيه ليه في الاول، وغير كيفتحو يشوف شنو كاين فيه كتبان ليه ميكا كحله مربوطه مزيان، مع كيحلها كتبان ليه المشيمه وسط منها. ناديه في هاد اللحظات حاولت انها تهرب وجرات للناحيه ديال الباب، ولكن السيكوريتي في البلاصه كيجدي من وراها وكيقدر انه يشدها. وفي هاد الاثناء الروينه كتنوض عندهم في السبيطار، الدكاتره كيتجمعوا، المسؤولين الاداريين كذلك، وطبعا في بحال هاد الحالات ضروري من التدخل ديال الامن. عيطوا على البوليس اللي في البلاصه كيحضروا، ومن بعد ما كيوصلوا كيلقاو ناديه جالسه في الارض وشاده في راسها، والصاك ديالها مرمي حداها في الارض ومفتوح شي شويه والمشيمه باينه وسط منه. الاطباء والممرضين الناس ديال الاداره كلشي مجموع عليها. ومن بعد ما البوليس كيشوفوا المشيمه في الصاك في البلاصه كيعتقلوها، وكيمشي معاهم حتى السيكوريتي والدكتوره اللي حصلتها باش يعطيو الشهاده والاقوال ديالهم. وطبعا من بعد ما كيوصلوا كيعاودوا للمحققين هادشي كامل اللي وقع بالتفصيل، ومن بعدها وفي نفس النهار كيطلقوهم يمشيو في حالتهم. اما بالنسبه لناديه ففي البدايه كتحاول انها تقلب الحقائق وكتقول لهم بانه شي حد بغى ينتقم منها ودار ليها هادشي في صاكها، وكتبقى تدخل وتخرج في الهضره، احق الطبيبه كتغار مني، شد معايا الضاد ودرتهم لي بلعاني في الصاك، ولكن مع كيزيروا معها المحققين كتنهار وكتبدا تبكي، وبطريقتهم الخاصه كيقدروا انهم يلعبوا ليها على النفسيه ديالها، وكيبينوا ليها بانها اذا اعترفات بالاشخاص اللي معاها وتعاونت معاهم غادي يوقفوا معاها وغادي يتم التخفيف ديال الحكم عليها، على عكس اذا بقات مصممه وحاولت تغطي عليهم. وهنا ناديه دورتها في راسها مزيان وبدات كتحس بانها ما خاصهاش تاكل الضربه غير بوحدها، وانما حتى زينب العقل المدبر خاصها تكون دابا معاها بين هاد ربعه الحيوط. وهنا في البلاصه اعترفت بها وعطاتهم المعلومات اللي عرفتهم عليها، من بينهم الاسم اللي كان غير ديال الشهره واللي هو الشوافه الغاليه. من بعد ما عودت لهم ناديه القصه كلها عطاتهم العنوان فين ساكنه الشوافه، الا انهم بغاو يشدوها متلبسه باش ما يكون عندها كيفاش دير تنكر، والتهمه تكون لابساها، داكشي علاش طلبوا منها تتصل بها وتسولها واش كاينه في الدار، وما تبينش ليها بانها مشدوده عند البوليس، وتخبرها بان هذاك النهار خرج ليها شي شغل من الجنب وما قدرتش تجيب ليها الخلاص، وبلي دابا الخلاص كاين معاها اذا كانت موجوده في الدار دوزوا ليها. وهنا زينب كتقول ليها غير هادشي راني كاينه في الدار. وهنا البوليس في البلاصه كيتحركوا وكيديو معاهم ناديه، ومن بعد ما كيوصلوا لحدا دارها كيبقاو البوليس بعاد، وناديه كتبدا تدق عليها، وغير كتدخل للدار وكتدوز واحد 5 دقائق البوليس كيجيو وكيبداو يدقوا عليهم، وغير كتفتح لهم الباب كيشدوها. وكتكون في هاد الاثناء ناديه فتحت الميكا فوق الطابله باش توريها المشيمه، وبذلك كيشدوها متلبسه. وطبعا من بعد ما تم القاء القبض على الشوافه البوليس قلبوا البيت اللي كانت كرياه وكتمارس فيه الشعوذه ديالها، ولقاو فيه بزاف ديال الحجابات، شي ورق مكتوبين بكلمات ما مفهومينش، صور شخصيه ديال الناس، وحجزوا على اي حاجه تقدر تفيدهم في البحث. ومن بعد ما رجعوا للمقر ديالهم
بدأوا التحقيق المفصل معهم بجوج. نادية طبعا سبق ليها عودت لهم داكشي كامل اللي طرى من البداية، كيفاش تعرفت على الشوافة وكيفاش حتى ولات خدامة معاها. ومن بعد ما قلبوا الدار ديال نادية لقاو عندها كمية كبيرة ديال الذهب. اعترفت ليهم من بعد بأن دوك الفلوس اللي كانت كتشدهم مقابل هادشي كانت كتشريهم الذهب وكتخبي فيهم فلوسها زعما لدوائر الزمن. أما بالنسبة لزينب فحتى هي اعترفت بالمنسوب لها كامل، وبأنها فعلا كانت كتسحر لعباد الله بهذاك الخلاص، وشحال من واحد حمقات وخرجت ليه على حياته كلها بسبب هادشي. ومن بعد ما البوليس كيحقوا معاهم مزيان والمسطرة القانونية كتاخد مجراها الطبيعي، كتتم المتابعة ديالهم قضائيا من طرف المستشفى العمومي والحق العام، وكيتم الحكم على الفرملية بخمس سنين سجنا نافذا وبغرامة مالية قدرها 10 مليون سنتيم. أما بالنسبة للشوافة فكيتم الحكم عليها حتى هي بخمس سنين سجنا نافذا وبغرامة مالية قدرها 13 مليون سنتيم. حتى لهنا الأحداث اللي عندي في هاد القضية تسالوا، وأنا كنكتب هاد الأحداث جاء في بالي أن هاد المجرمات بجوجهم غادي يكونوا دابا دوزوا العقوبة الحبسية ديالهم وعايشين وسط منا. إذا شفتوا صدفة هاد الفيديو اللي كيحكي القصة ديالكم كنتمنى يكون الله عفى عليكم من هاد الطريق. وبغيت غير نقول لكم إذا توبتوا لله عز وجل راه ما دمتم في الحياة ربي غادي يتقبل التوبة ديالكم، وطبعا إذا كانت توبة خالصة. ولكن دوك الناس كاملين اللي أديتوهم بالسحر ما غاديش يسمحوا لكم حتى يقتصوا منكم الحق ديالهم غدا يوم القيامة أمام القاضي الذي لا يظلم عنده أحد. ونتمنى أن هذه القضية تكون عبرة للناس اللي كيتبعوا طريق الصحراء والمشعوذين، وما نحتاج نشرح لكم أن هذا الشيء كيتعد شرك بالله وأكبر الكبائر. ثانيا هذا العقاب اللي خداوه في الدنيا ما كيساوي حتى شي حاجة أمام العذاب ديال الآخرة، والإنسان يحط في باله دائما أننا غير دايزين في هذه الدنيا، والموت ما هو إلا بداية للحياة الأبدية، والاختيار بيدينا، ينعيشها في النعيم هي في الجحيم والعياذ بالله. وأخيرا قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، فما بالك إذا صدقته وأمنتي به. حتى لهنا غادي نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وإذا كان يعجبكم في حال هذا المحتوى اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وإذا كنتوا كتشوفوني من الفيسبوك عملوا متابعة باش يوصلكم أي جديد حطيناه بإذن الله، وشكرا.